فضيلة الشيخ عطية، بعد ما علمنا الفروض الأساسية التي لا يصح الوضوء إلا بها، هل هناك سنن للوضوء يثاب الإنسان على القيام بها؟ سنن الوضوء التي يصح بدونها ولكن يثاب من فعلها كثيرة، منها أولا التسمية في أوله للحث على التسمية في كل أمر ذي بال حتى يبارك الله فيه كما رواه أبو داود وغيره. ثانيا السواك، وهو دلك الأسنان بأي شيء خشن تنظف به، وأفضله عود الأراك المعروف، وجاء في فضله حديث رواه مالك والشافعي وغيرهما: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويسن غسل السواك بعد استعماله لحديث رواه أبو داود والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. ثالثا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لحديث رواه أحمد والنسائي في ذلك. رابعا المضمضة ثلاثا لحديث أبي داود والبيهقي في ذلك. خامسا الاستنشاق والاستنثار ثلاثا، أي إخراج ما في الأنف من أذى لحديث رواه الشيخان في ذلك. والسنة أن يكون الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى. وتسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث صححه الترمذي. سادسا تخليل اللحية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. سابعا تخليل الأصابع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولفعله عليه الصلاة والسلام كما رواه أصحاب السنن. ثامنا تثليث الغسل كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي في حديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وكما كان يفعله هو كما رواه مسلم وأحمد والترمذي. وإذا صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة أو مرتين فذلك لبيان الجواز. تاسعا التيامن، أي البدء باليمين قبل اليسار في اليدين والرجلين، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله، أي في لبس النعل وتسريح الشعر، وفي ظهوره كما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. عاشرا الدلك، أي إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه ابن خزيمة وأبو داود وأحمد وغيرهم. 11 الموالاة، أي تتابع غسل الأعضاء بعضها في إثر بعض بحيث لا يتخلل الوضوء عمل أجنبي أو فاصل طويل كما كان عليه المسلمون سلفا وخلفا. 12 مسح الأذنين كما كان يفعل الرسول ورواه أبو داود وغيره. 13 إطالة الغرة والتحجيل، بأن يغسل الإنسان جزءا من مقدم الرأس عند غسل الوجه، وبأن يغسل ما فوق المرفقين عند غسل اليدين، وما فوق الكعبين عند غسل الرجلين لحديث البخاري ومسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين
من آثار الوضوء. الرابع عشر الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه. الخامس عشر الدعاء أثناء الوضوء، فقد روى النسائي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. السادس عشر الدعاء أو الذكر بعد الوضوء، لحديث رواه مسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية للطبراني والنسائي: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع أي خاتم، فلم يكسر إلى يوم القيامة. السابع عشر صلاة ركعتين بعد الوضوء، وفي ذلك عدة أحاديث، منها حديث البخاري ومسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه هي أهم السنن المطلوبة في الوضوء، أما مكروهاته فهي ترك هذه السنن. هذا ويستحب الوضوء في مواضع، منها عند ذكر الله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك عند النوم، ويتأكد ذلك في حق الجنب كما في الأحاديث الصحيحة، وأيضا عند الغسل، وعند الأكل مما مسته النار، لحديث مسلم: توضأوا مما مست النار، أي من أكله. ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة، لحديث: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحديث أحمد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء